قبل 4 سنوات قررت دولة إسرائيل إنه تزيد نسبة فرص العمل عند النساء العربيات وخروجهم من دائرة الفقر، فقررنا الخروج إلى الشارع لفحص هذا الشيء. حابين نسأل إيش أنت بتشتغلي؟ إذا بتشتغلي ماشي، بشتغل كشيشين للاختيارية. عندي تقريبا 28 ساعة بالأسبوع. بالنسبة للأجار طبعا أنت بتعرف إنه الأجار مش نافع، مينيموم يعني دوب 25 شيكل بالساعة، بوصل 2800 مع النسوات مع كله. هلا هو هذا الموجود حاليا بالنسبة للعربيات بالذات، يعني في شيء عندك تختاري والله بتشتغلي. ثاني شيء لو بدك تشتغلي مثل الدين زي ما بيشغلونا برضه منك يوم. أنا تعلمت كمبيوتريا وخلصت تعليم، بس ما فيش مجالات فرصة عمل للأسف. يعني بدك تقول يعني انه انا اشتغلت بمحل من المحلات الحلة الحلويات، يعني بدك تقول من الصبح للاربعة 100 شيكل، يعني حرام تقريبا 12 شيكل ونص على الساعة. قديش مش بتقضي؟ لحد لسه بعد ما بعرفش. ما لما بتشتغلي مع كمان يومين هو احنا رح نخلص. لما بدك تشتغلي مع كانش في اتفاق شغل انه قديش رح تقضي او لا؟ بس هن وعدوني انه يعني القبضة تكون على الاقل يعني سخر مني. انت لسه حاليا مش عم تشتغلي؟ لا. ليش؟ مش يعني شغل لمرأة أو لبنت مش مناسب، لأنه أول إشي بيستغلوها بالوقت، بيستغلوها بالمعاشات ومش منظمين. انعرض عليك شغل قبل بالمحل؟ قديش كانوا عرضوا عليك معاش؟ 1005 من الساعة 8 للساعة 4. كم يوم بالأسبوع؟ 6 أيام. ايش كان محل ايش؟ اواعي. هون بالمصري؟ اوكي. وحدا منهم كان مستعد يدفع مواصلات مثلا؟ لا هاي بتخش فيها. كم يوم شغل؟ 12 يوم متواصلات، باخذ يومين مقابلهم فرصه. انت عارف انه هذا الشيء مش قانوني بالنسبه للشغل؟ بعرف، بس انه بعوضونا اياه، انه اليوم اللي مفروض انا اتريح فيه باخده 150%. فلما وصلت لأيامات يعني تقريب الشهر وصل انه بدي اخذ المعاش، كان كتير قليل يعني، ولا على الساعة ولا فيش اشي يعني. كنت اطلع يعني تقريبا 9 الصبح واروح 9 بالليل، ويعني واتعب وهيك، بس بالاخر ما طلعش اوكي. تقريبا 24 يوم وصلت 1300. كل يوم 12 ساعة شغل. وليش برأيك ليش تشتغل هذا الشغل؟ أغلب المحلات يعني البنات بشكي من هذا الإشي، بدهن أعلى، بدهن هاي، بطلعوهن يعني. بحياتي ما سمعت إنه لحدا قبله إنه يرفعوا له المعاش.